السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتحدث عن الإفرازات الهرمونية للقناة الهضمية. نبدأ بهرمونات الهرمونات الجي اي تراك، تحديدا هرمونات المعدة، وهو أول هرمون حنتحدث عن الجاسترين. هذا الهرمون يفرز من الجي سيل الموجودة في الجاستريك أوف ميوكوزا، يعني من اللي هو من الميوكوزا الموجودة في الاستومك. عملية إفراز الجاسترين تحدث بفعل وجود انتفاخ في المعدة. إذا هناك ستيمولس ومحفزات لعملية إطلاق الجاسترين، هي امتلاء المعدة بالطعام، وجود بعض الكيميكالز فاكتور زي الأمينو أسيد والكافي والكحول والفيجيتابلز. أيضا الآن انتفاخ المعدة مع وجود أسيد بي اتش للقايمي هو عبارة عن الطعام المخلوط بالعصارات المختلفة. هذا القايمي الآن وجود انتفاخ في المعدة ووجود القايمي مخلوط بي أسيد اللي هي أسيد المطلق من الحمض المعدة، هو بسبب أيضا ريليز للجاسترين. هناك نوعين من الجاسترين، جاسترين 17 وجاسترين 34. مقصود في 17 و34 يتكون من كم أمينو أسيد؟ فجاسترين 17 يتكون من 17 أمينو أسيد، يتكون من سلسلة استريت من البيبتايد تشين، يفرز من جي سيل الموجودة في الأنتريم للاستومك، وهو يعتبر الليتل جاسترين يعني صغير الحجم، وبيفرز كاستجابة لوجود الطعام. بينما الجاسترين 34 بتكون من 34 أمينو أسيد، هو وزنه كبير لأنه بتكون من 34 أمينو أسيد، بيفرز خلال الوجبات. إذا هو الانترا دايجستيف بيريود، يفرز ديورنج ذا انترا دايجستيف بيريود، المقصود فيها هي بين الوجبات، ويفرز ات لو بيزل ليفل، إذا هو بيفرز بمعدل ضعيف. تمام، ما هو تأثير الجاسترين؟ الجاسترين بيزود من إنتاج الـ HCL في الاستومك، بيزود من حركة المعدة، بيزود من أو بيحفز نمو الميوكوزا الخاصة بالاستومك، بيعمل كونتراكشن لللور سفنكتر إيسوفيجال سفنكتر. الإيسوفيجال سفنكتر هي عبارة عن العضلة الرابطة ما بين الإيسوفيجاس والاستومك. تمام، بيعمل لها كونتراكشن، بيعمل ريليز للبايلوريك سفنكتر. البايلوريك سفنكتر هي العضلة الرابطة الآخر المعدة بالديودينم، إذا هي بيساعد على عمل ريلاكسيشن لهذه العضلة عشان يساعد على تفريغ المعدة محتويات المعدة إلى الأمعاء، وأيضا بيساعد على عملية ريلاكسيشن لليوسيكال سفنكتر اللي هي العضلة الإليم واللي هو الموجودة في الانتستاين. عملية الريجوليشن لإفراز السكرتين، زيادة السكرتين بسبب وجود البيبتايد وبعض الأمينو أسيد وانتفاخ المعدة، وأيضا يؤثر عليه العصب اللي هو الفاجل نير، إذا يؤثر على عملية إفرازه هو الفاجل نير موجود في الاستومك، وأيضا في المكونات موجودة في البلاط زي الكالسيوم والإبنفرين. إذا وجد الكالسيوم والإبنفرين بيزود من معدل إطلاق الجاسترين. أما انخفاض معدل إطلاق الجاسترين يكمن أيضا بوجود اللي هو الأحماض والاستومات والستاتين في تجويف الأمعاء، وأيضا من البلد وجود هرمون السكرتين والجي اي بي والفي اي بي والجلوكاجون والكالسيتونين، هي مجموعة هرمونات معينة. الآن بالنسبة للفيدباك انهيبيشن للجاستريم، حكينا انه عملية الانهيبيشن لإفراز السكرتين تحدث بطريقتين. تمام، طبعا الآن عملية وظيفة الجاسترين كتثبيط لإنتاج الأسيد من الأنتريم تحدث بطريقتين، بتأثير مباشر على الجي سيل. تمام، تأثير مباشر على الجي سيل. إذا الجاسترين يؤثر على الـ HCL والـ HCL بنفس الفكرة يؤثر على الجاسترين. حكينا الجاسترين ينتج من جي سيل. تمام، الحمض أيضا يؤثر على إفراز الجاسترين بأنه بثبطه، فكل ما كان حمض المعدة زائد كل ما كان الجاسترين منخفض. عشان هيك الجاسترين يؤثر على HCL والHCL يؤثر على جاسترين، فنجد انه حمض المعدة الأسيد له تأثير مباشر على الخلايا المنتجة للجاسترين اللي هي الجي سيل بانها يثبطها، فبالتالي هذا دايركت اكشن.
اما بطريقه ايه غير مباشره، انه الاسيد بيحفز عمليه اطلاق السوماتوستاتين من الديسل، تمام؟ وعارفين ان السوماتوستاتين بيثبط الجاستريم، تمام. الان بعض الناس اللي عندها دمج او تلف في الباريتال سيل، اللي هي الباريتال سيل المنتجه للاتش سي ال، زي في البرنيشيس انيميا، نجد عندهم هذول الناس الجاسترين ليفل عالي. ليش؟ لانه فيش حمض يثبط الجاسترين، تمام. بالنسبه لهرمون اخر هو السكرتين. السكرتين ينتج من السل الموجوده في السمول انتستاين. المحفز لإطلاق هذا الهرمون هو وجود الكايمي الذي يحمل اللي هو بي اتش حامضي، أسيد كايمي. إذا وجد الأسيد كايمي في الانتستاين بيؤدي ذلك إلى تحفيز إنتاج السكرتين. ما هو تأثير السكرتين؟ السكرتين بيعمل عملية تحفيز لإطلاق العصارة البنكرياسية والعصارة الصفراوية الغنية بالبيكربونات، تمام، ويثبط انتاج ال HCL من المعده، بيحفز عمليه نمو والمينتيننس لوظيفه البنكرياس عشان يساعد في انتاج عصارتها، ايضا بتساعد مع الكوليسيستوكاينين. اذا هو بيساعد السكرتين، يساعد الكوليسيستوكاينين في وظيفته، ايضا بيزود من معدل اطلاق البايل من الخلايا الكبديه، تمام. السكرتين تركيبة كيميائية يتكون من 27 أمينو أسيد، فهو بولي بيبتايد يفرز من السل. هي السل موجودة في الميوكوزالي جلاند الموجودة في الديودينام والجيجينام، يشبه في تركيبته للجلوكاجون والفي اي بي والجي اي بي. بالنسبة لنوعه يوجد فورم واحد منه، شكل واحد منه فقط. الهاف لايف تبعته 5 دقائق، إذا عمر النصف تبعه 5 دقائق. يخزن على هيئة inactive، يخزن على هيئة برو سكرتين. بالنسبة للسكرتين له وظيفة مهمة جدا في أنه بيساعد على الكرياسية الغنية بالسوائل والبيكربونات، غنية بالسوائل والبيكربونات. ايضا بيشتغل وبيساعد الكوليسيستوكاينين انه بيحفز عمليه انتاج البايكربونات، تمام. اذا بيزود من معدل السكريشن للبايكربونات من الدكت سيلز، من الخلايا القنويه الموجوده في البنكرياس، وايضا من البايلاري تراكت، وبيزود من عمليه افراز السوائل. فبالتالي العصاره بتخرج عصاره ووتري غنيه بالبايكربونات، وعشان هيك بتكون هاي العصاره البنكرياسيه عصاره قلويه، تمام. اللي بيشتغل انه بيزود من معدل اطلاق السوائل عن طريق السايكليك اي ام بي. ايضا اذا هو ايضا كمان السكرتين بيزود من اطلاق انزيمات البنكرياس الهاضمه، وبيقلل من حموضه المعده، وايضا بيساعد على عمليه الكونتراكشن للبايلوريك سفنكتر اللي هو انقباض البايلوريك سفنكتر، وبالتالي بيحفز نمو الاكسوكراين للبنكرياس. طبعا هو بيشتغل مع في هاي الاليه مع الكوليسيستوكاينين. الان بالنسبه ما هي تاثير السكرتين والكوليسيستوكاينين على البنكرياس. الان الاسيد الموجود في المعده هو اللي بيساعد على تحرير واطلاق السكرتين من جدار الديودينم. طبعا احنا حكينا انه موجود في خلايا في الديب ميوكوزا للديودينم، وايضا الوجود الفات والامينو اسيد بيطلق الكوليسيستوكاينين. اذا الحمض بيساعد على حمض المعده، بيساعد على اطلاق السكرتين من الديودينم، ووجود الفات والامينو اسيد بيساعد على اطلاق الكوليسيستوكاينين. طبعا هاي المنتجات تخرج الى مجرى الدم، وبالتالي بيبدا الان التاثير. فنجد انه السكرتين الكوليسيستوكاينين بيمتصوا طبعا الى مجرى الدم، وبالتالي بيبدا فعلهم. ايضا عندنا بالنسبه للفاجل ستيمولس، الان عندي انا عصب، هذا العصب بنسميه الفاجل نيرف، بيحفز بيؤثر طبعا على متصل المعده وعلى البنكرياس، فبيحفز البنكرياس انها تطلق انزيماتها. فالسكرتين يسبب افراز العصاره البنكرياسيه الغنيه بالبيكربونات، والكوليسيستوكاينين بيحفز عمليه اطلاق انزيماتها. فالفعل انه الكوليسيستوكاينين والسكرتين يساعدوا على البنكرياسيه، العصاره البنكرياسيه الغنيه بالسوائل والبيكربونات.
الآن بالنسبة لتأثير السكرتين على البايسكريشن، إنه بيساعد على إطلاق أيضا عصارة صفراوية مائية غنية بالبيكربونات. طبعا هذا بيحدث عن طريق تنشيطه للسايكليك أم بي، فالسايكليك أم بي لما يتنشط بيحفز اللي هو الجي أف تي آر، هي عبارة عن كلورايد شانل، وأيضا يحفز الكلور بايكربونات إكسشينجر، وبيشتغل بالتعاون مع الجلوكاجون والفي آي بي. الآن نشوف ما هو تأثير السكرتين على البايسكريشن. هذه مهم جدا نعرف كيف يعمل السكرتين على إطلاق الباي. الآن البايكربونات سكريشن بيحدث عملية السكريشن للبايكربونات عن طريق اللي هو الكلور بايكربونات اكتشينجر، بمعنى إنه من تجويف الدكت للبنكرياس بيغادر الكلورايد إلى داخل الخلايا القنوية الخاصة بالبنكرياس ويغادر البيكربونات. إذا في عندي تبادل ما بين الكلور والبيكربونات، يدخل الكلور ويخرج بيكربونات، تمام؟ أيضا البيكربونات تدخل إلى داخل خلايا البنكرياتيك دكت بشكل مباشر عن طريق الصوديوم بيكربونات ترانسبورتر. إذا بمعنى بيدخل صوديوم ويدخل معه بايكربونات الى داخل البنكرياتيك دكت، تمام. الشغله الثانيه انه ايضا الانترسيلولار بايكربونات بيتكون بفعل الكربونيك انهيدريز، هو الانزيم الكربونيك انهيدريز. ايش بيعمل؟ بيعمل تحفيز لتكوين البايكربونات من ثاني اكسيد الكربون والهيدروكسيد. اذا ثاني اكسيد الكربون والهيدروكسيد تحت تاثير الكربونيك انهيدريز بيكون البايكربونات، تمام. ايضا بالنسبه للهيدروكسيد، الان اللي بيحتاجه الكربونيك انهيدريز عشان يكون الكربونيت البايكربونيت بينتج من عمليه تحطيم وتكسير جزيئي الماء، تمام. الان عن طريق اللي هو الصوديوم هيدروجين اكسشينجر بيتم التخلص من البروتون اللي هو عبارة عن الهيدروجين اللي نتج من تكسير الماء، وأيضا بيتم التخلص من الهيدروجين عن طريق اللي هو الهيدروجين بامب، عن طريق الهيدروجين بامب. الآن يتبادل مع الصوديوم هيدروجين اكسشينجر، يدخل صوديوم يخرج بروتون أو يخرج أيون الهيدروجين، وأيضا يخرج الهيدروجين أيضا من البنكرياتيك دكت سيل عن طريق اللي هو الهيدروجين بومب، تمام. أيضا بالنسبة اللي بيحفز السكريشن للبيكربونات هو السكريتين عن طريق تنشيطه للأدينايليت سايكليز إنزيم. طبعا الأدينايليت سايكليز إنزيم لما بيشتغل بيتنشط بفعل السكريتين بيزود من معدل السايكليك أم بي اللي بيحفز تنشيط بروتين كاينيزز، بروتين كاينيز A. بروتين كاينيز A بيحفز الآن اللي هو بيعمل عملية فوسفوريليشن لل CFTR، CFTR اللي هي كلورايد شانل، اللي هي الكلورايد شانل، وبيساعد على الكلور اللي دخل في المقابل إنه البيكربونات خرج. الآن البيكربونات الآن موجود في تجويف الأنواع، الآن لما بنشط اللي هو ال CFTR بيساعد على خروج الكلور، وبالتالي بيدخل اللي هو البيكربونات، تمام. الكلور اللي دخل بيتم التخلص منه عشان نحافظ على تركيز العصارة او البي اتش للعصارة الكمان. ايضا في عندنا اللي هو الاسيتايل كولين، ايضا بيحفز عملية افراز البيكربونات عن طريق تنشيطه للجي بروتين، وبالتالي لما بتنشط الجي بروتين بنشط الفوسفولايباز سي اللي بيؤدي الى تحرير او اطلاق للداي اسايجليسيرول، وبالتالي بنشط الانيسيتول ترايفوسفيت اللي بيساعد على ريليز الكالسيوم من مخازنه، تمام. هاي كل العمليات اللي بتساعد على انه البيكربونات تنتج وتفرز من البنكرياتيك دكت سيل الى القناه الهضميه. ايضا تاثير السكرتين والكوليسيستوكاينين على البايسكريشن، فنجد انه من خلال السكرتين لما يصل السكرتين الى مجرى الدم بيحفز اللي هو انتاج بحفز انتاج عصاره العصاره الصفراويه من الليفر،
وايضا وجود البايل اسيد، تمام، البايل اسيد تحفز اطلاقها من البارينكايمال سيل الموجوده في البنكرياس. ايضا في عندنا الفاجل نيرف بيعمل له تاثير ضعيف على الجول بلادر، لكن بيؤدي الى انقباض للجول بلادر. اذا تاثير العصبي مع تاثير هذه الهرمونات السكرتين والكوليسيستوكينين يساعد على عمليه انقباض الجول بلادر، ويساعد ايضا على اللي هو ريلاكسيشن لسفنجر اوف اودي عشان يساعد على عمليه الهضم انها تتم، تمام. وهذا كله بفعل تحفيز من اللي هو هرمونات التي تفرز من الجي اي اتراكت اللي هي الكوليسيستوكاينين والسكريتين. ايضا هناك التحكم بافراز السكريتين، السكريتين يفرز كتاثير لوجود البرو مخلفات او منتجات عمليه هضم البروتينات، وبفعل البايل اسيد ووجود الفاتي فود، تمام. وايضا زيادة حموضة المواد الغذائية المهضومة الموجودة في الديودينم. فإذا كان الـ pH ما بين 4.5 إلى 5 يعتبر هذه محفزات لإنتاج السكريتين، تمام. بالمقابل في يثبط السكريتين بفعل اللي هو السوماتوستاتين والميت انسفالين. الميت انسفالين عبارة عن نيوروبيبتايد، هو عبارة عن بيبتايد يفرز من الجهاز العصبي، وهو والسوماتوستاتين يثبط السكريتين. أيضا السكرتين ايضا يفرز السكرتين بواسطه السكرتين ريليزنج بيبتايد كميدياتورز. اذا السكرتين ريليزنج بيبتايد هو عباره عن ميدياتور يساعد على اطلاق السكرتين. هرمون اخر هو الكوليسيستوكاينين. حكينا الكوليسيستوكاينين يفرز من السمول انتستاين من ميوكوزا كريبس اوف الليبركين، يفرز تحت تأثير ستيمولس. هذا الستيمولس لما يكون الكايمي غني بالأمينو أسيد والترايجليسرايد والفاتي أسيد، ويصل هذا الكايمي إلى السمول انتستاين تبقى اللي هو اللبركين تفرز الكوليسيستوكاينين، تمام. بالنسبة لفعل الكوليسيستوكاينين بيزود من معدل إطلاق العصارة البنكرياسية الغنية بالدايجستيف إنزيم، وايضا بيساعد على فتح عضلة اودي سفنكتر، بيساعد على اوبن ذا سفنكتر اوف اودي، بيساعد على انقباض الجول بلادر، بيثبط الجاستريك سكريشن والموتيليتي، اذا هو بيثبط حركة المعدة وافرازات المعدة، وايضا بيقلل من الشعور بالجوع، تمام. اذا الكوليسيستوكاينين عند افرازه الستيمولس اللي بيساعد على افراز الكوليسيستوكاينين هو وجود الفاتس بيبتايد والامينو اسيد، ساعد على افراز الكوليسيستوكاينين يصل الى مجرى الدم ويؤثر على البنكرياس انه بيساعد على افراز العصاره البنكرياسيه الغنيه بالانزيمات الهاضمه، ويساعد الجول بلادر على الانقباض. اذا تاثير الكوليسيستوكاينين انه بيزود من معدل انتاج الانتيروكاينيزز، يساعد على إنتاج إنزيمات القناة الهضمية اللي هي السمول انتستاين، بيزود من حركة السمول انتستاين والقولون، بيزود من الكونتراكشن للبايلوريك سفنكتر، وبيقلل الديودينال ريفلكس، إذا بيمنع الريفلكس من الديودينال، وبيزود من معدل إطلاق الجلوكاجون، وهو بالتالي بيشتغل مع الجاسترين، بيشتغل كوليسيستوكاينين مع الجاسترين في إطلاق الجلوكاجون، وأيضا بيحفز الشعور بالشبع عن طريق انه بيأثر على الهايبوثالاموس، تمام. اذا بالنسبه للتحكم بالبنكرياتيك جوز سكريتين سكريشن عفوا عن طريق السكريتين والكوليسيستوكاينين، فالسكريتين بيحفز اطلاق العصاره البنكرياسيه غنيه بالماء والبيكربونات، وبيساعده في ذلك الكوليسيستوكاينين، والكوليسيستوكاينين بيساعدني بالانزيمات الهاضمه، تمام. والستيمولس اللي بحفز اطلاق السكريتي والكوليسيستوكاينين هو الفود اللي بيصل الى السمول انتستاين. ما هو الميكانيزم اوف اكشن؟ بيشتغل الكوليسيستوكاينين عن طريق تو ريسبتورز، كوليسيستوكاينين اي ريسبتور وبي ريسبتورز. الاي ريسبتورز موجوده في البريم وموجوده في خلايا الجسم المختلفه، بينما الكوليسيستوكاينين بي ريسبتور لوكيتد ان البرين فقط، تمام. فالكوليسيستوكاينين لما يرتبط بالريسبتورز تبعته بنشط الفوسفولايباز سي، وبالتالي بتنشط الانسيتول الترايفوسفيت
الدي اي جي داي اسايد جليسرول، وبالتالي بيرفع من معدل اللي هو الكالسيوم انتراسيلولار كالسيوم بيطلقه من مخازنه، وبالتالي بيساعد على تنشيط البروتين كاينازته، وبالتالي بيساعد على عمليه ريليز للجرانيولز، وهذه الجرانيولز هي الموجوده في البنكرياس غنيه بالبنكرياتيك انزيم. تمام. ايضا الكوليسيستوكاينين بتحفز بفعل الفاجل نيرف الموجود في البنكرياس، طبعا هذا من خلال ارتباطه بالكوليسيستوكاينين اي ريسبتورز، وبالتالي بيساعد على اطلاق الاسيتايل كولين، ويساعد على اطلاق الجي ار بي هو الجاستين ريليزنج بيبتايد، ويساعد على اطلاق الفي اي بي الفازو انهيبيتوري بيبتايد. تمام. فبالتالي بيحدث فيوجن للجرانيولز مع الممبرين الى خليه البنكرياتيك دوت، ويساعد على ريليز للبنكرياتيك انزيم. تمام. ايضا الجاسترين ريسبتور، نجد انه الجاسترين ريسبتور تشبه الريسبتورز الخاصه في الجاسترين نفس الريسبتورز الخاصه بالكوليسيستوكاينين، ولكن كوليسيستوكاينين بي ريسبتورز، فبالتالي لذلك نجد انه ممكن يتداخل الجاسترين مع الكوليسيستوكاينين في فعله، لانه نفس الريسبتورز تقريبا او مشابهه جدا. كيف يتم التحكم بانتاج وافراز السكريتين؟ غالبية الستيمولس لإطلاق الكوليسيستوكاينين هو الليبيد. تمام. وأيضا البيبتون والأمينو أسيد بتزود من معدل إطلاق الكوليسيستوكاينين، لكن الكربوهيدرات تأثيره قليل على إطلاق الكوليسيستوكاينين. تمام. وأيضا عملية ريليز للكوليسيستوكاينين تحت تأثير كوليسيستوكاينين ريليزنج فاكتور، وبالتالي الكوليسيستوكاينين يتحكم في اللي هو ويستجيب للبوزيتيف فيدباك، بمعنى الكوليسيستوكاينين لما يطلق بيزود من معدل اطلاق الانزيمات اللي بيؤدي الى زياده منتجات الدايجستيف، بصير في عندي برودكت من هضم الدهون والبروتينات، وبالتالي كل ما كان عندي دايجستيف برودكتس عاليه كل ما زودت من معدل اطلاق الكوليسيستوكاينين، وبالتالي بيصير في عنا كميات أكثر من المواد المهضومة. لكن متى يتوقف إنتاج الكوليسيستوكاينين؟ يتوقف إنتاج الكوليسيستوكاينين وإفرازه عندما يتحرك الدايجستيف برودكت إلى المنطقة ما بعد المنطقة اللي بينتج منها الكوليسيستوكاينين في السمول انتستاين. تمام. نيجي للجي اي بي، هو هرمون اخر من سمي جاستريك انهيبيتوري بيبتايد، ويفرز ايضا من سمول انتستاين من الميوكوزا كريبت اوف اللبركن. الان اللي بيحفز لاطلاقه هو الكايني الغني بالترايجليسرايد والفاتي اسيد والجلوكوز، لما يدخل هذا الكايني الغني بالترايجليسرايد والفاتي اسيد والجلوكوز الى السمول انتستاين بيبدا اطلاق الجي اي بي. ما هو تأثير الجي اي بي؟ بيحفز الانسولين انه يطلق من البيتا سيل، بيثبط انتاج العصارة المعدية وبيثبط حركتها، بيحفز انتاج اللايبوجيني انتاج الليبيد من الاديبوس تيشو اللي هو بيحفز اللايبوجينيسيس، وبيحفز استخدام الجلوكوز بواسطة السكيليتال مسل. بالنسبة للفي اي بي هو الفازو اكتيف انتستينال بيبتايد، فازو اكتيف انتستينال بيبتايد هو عبارة عن هرمون يطلق من السمول انتستاين ايضا من ميوكوزا كريبس اوف لاباركن. الان مجرد دخول الكايمي الى السمول انتستاين بيبدا الفي اي بي يطلق، بيعمل ستيموليشن لاطلاق البفر سوليوشن، بثبت افرازات المعده، وايضا بيساعد على توسع الاوعيه الدمويه او الكابيلاري الشعيرات الدمويه الموجوده في الانتستاين استعدادا لعمليه الامتصاص. تمام. بالنسبه للسوماتوستاتين هو ذكرنا سابقا هو عباره عن هرمون يسمى جروث هرمون انهيبيتوري هرمون. ليش؟ لانه بثبت الجروث هرمون، وايضا هو يسمى اسم اخر سوماتوتروبين ريليزنج انهيبيتنج فاكتور. ليش؟ لانه بثبط الجروث هرمون ريليزنج هرمون الذي يفرز من الهايبو ثالاموس. الان السوماتوستاتين له عده اماكن يفرز منها، يفرز من الدي سيل الموجوده في البنكرياس، يفرز من الجي اي تراكت الميوكوزا، ويفرز ايضا من الهايبو ثالاموس. الاستيمولس تبع اللي بحفز اطلاقه هو راجع لمكان افرازه، اذا لكل
الصوماتوستاتين يفرز من مكان معين، سواء من الديسل في البنكرياس او الجي اي تراكت او الهايبوثالاموس، هناك محفز مختلف لانطلاقه. بالنسبه للصوماتوستاتين الذي يفرز من الديسل الموجوده في الميوكوزا في البايلوراس اللي هو الجاستريك، الديسل الموجوده في الجاستريك بايلوراس، عمليه ستيمولاس لاطلاقه هو انه بيفرز بشكل مستمر ويثبط بفعل الجاسترين والنيرفز. تاثيره انه بيثبط الجاسترين برودكشن، بيثبط عمليه اطلاق هرمون الجاسترين. السوماتوستاتين له تاثير على الاستومك بانه بيقلل حركه المعده وافرازاتها، على السمول انتستاين يقلل ايضا حركتها وافرازها، على البنكرياس يقلل عمليه افرازها، وبالنسبه للجول بلادر يقلل من عمليه اللي هو تفريغ الجول بلادر. يعطيكم العافيه.